الحمد لله، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على العالمين، سيدنا محمد بن عبد الله. الصراع بين الحق والباطل ممتد من قديم الأزل، وقدر أنبياء الله أن يواجهوا هذا الصراع بالصبر الجميل واليقين. وهنا في هذا السجن قد استقر يوسف الصديق ثابتا على الحق والعفة، رافضا أن يخضع للباطل. على هذه القوات أن تستعد لتأمين البلاد في يوم الاحتفال بميلاد الإله، حتى لا تشيع الفوضى يا ردمون. سمعا وطاعة يا مولاي. العين عليك لترقيتك قائدا لكل الجيوش، حتى تستطيع أن تحكم قبضتك وتمنع الفوضى في البلاد. أمر مولاي العزيز. ملك البلاد يا منحتب هو الذي اختارك وأشاد بجهودك الرائعة. روحي فداء للملك يا مولاي العزيز. هل سيحضر مولاي ملك البلاد الاحتفال بمولد آمون الإله؟ لا أفكر في ذلك، ولكني سأتابع الموقف أولاً بأول. مولاي، أرى أنه من الأفضل أن تتصالح مع المعبد. ماذا تقولين زوجتي الحبيبة؟ أبعد أن حاولوا قتلي؟ نعم يا مولاي، قبل أن يحاولوا تكرار ذلك مرة أخرى. ليس أمامي سوى أن أقطع رقابهم، هم والخونة الذين يساعدونهم. مولاي، أنا أفكر. أنت تفكرين بإحساس الزوجة التي تخشى أن يموت زوجها. نعم نعم يا زوجي الحبيب، فأنا أخشى عليك من الاغتيال، فليس لي بعدك من زوج ولا حبيب. إن مت أنا فإن ابني مجهز لقيادة البلاد. مولاي، أما أنا فلن أتنازل عن الانتقام من الخونة. مولاي، ما هذا الذي أنا فيه؟ أشعر بالهزيمة والانكسار. زوجي قد انكسرت أمامه، وهزم هو أمام رجولتي، وملكي زال وأنا فوق عرش الأنوثة. لا أستطيع أن أقيم وجهي أمام خدمي ورعيتي. إحساسي بالرفض من يوسف قد قسمني نصفين. أما عن دخول يوسف إلى السجن، فهذا وحده كان كفيلاً بقتلي وأنا على قيد الحياة. ماذا أفعل وأنا أدوب فيك عشقاً يا يوسف؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا يقصد المعبد بما يجري يا زخار؟ يحاول أن يوصل رسالة بأن الناس مع المعبد لا مع الملك أمنحتب. أدركت ذلك من أول لحظة، ولكننا لن نصمت عما يجري. لابد أولاً من تأمين الاحتفال حتى لا يتحول إلى فوضى. علينا أن نجهز قواتنا
لمواجهة أي تهور من الناس. كيف نأمن على البلاد وردمون معهم يا زخار؟ كيف؟ ما هي إلا ساعة قليلة ويتم القبض عليه يا مولاي، فلا تقلق. ما الذي ينقصك يا ردمون حتى تخون البلاط الملكي وتتفق مع المعبد ضدنا؟ ما الذي ينقصك؟ الطعام يا مولاتي الملكة، فأنت لم تأكلي طوال هذا اليوم. لا أريد طعاما يا يشورة، عودي به وأعطيه للخدم. أخشى عليك من ضعف يطيح بك يا مولاتي. لن يطيح بي شيء بعد الذي جرى، فقد أطاح يوسف بكل جميل في حياتي دون أن يدري. لابد أن تخرجي من هذه الحالة، أنت تقتلين نفسك بهذه الطريقة. ليس لعشيقة مهزومة سوى الموت، حتى وإن كانت على قيد الحياة. آمون! آمون! الناس تحتشد يا مولاي، تحمل الإله آمون. أجهز لنويبار مفاجأة كبيرة ستظهر بعد وقت قليل. أي مفاجأة يا مولاي؟ لا تتعجل النصر يا زوجة ملك البلاد، فنحن نمكر كما يمكرون ونخطط كما يخططون. فيوسف كان يعيش هنا في قصر العزيز آمناً مستقراً حتى أصاب زوجة العزيز العشق، فأودت به رياح الفتنة إلى غياهب السجون. وهنا يمكث يوسف أجمل سنوات عمره مضحياً من أجل دينه وعقيدته وإيمانه، وبين هذا وهذا يظهر الصراع جلياً بين الحق والباطل. فهيا نرى ما يحدث لأبي بيث وبيناروث، وما هو مصيرهما بعد أن حاولا قتل أمنحتب. ما الذي دفعك للخيانة يا ردمون وقد أعطيناك الكثير؟ من أغراك لتخون وتداهن؟ أنا الذي كنت أطمع في أن أحكم البلاد، كنت أطمع أن أحقق حلم حياتي. حلم حياتك؟ وما هو حلم حياتك وأنت سوف تموت بعد قليل؟ لقد خسرت كل شيء، حتى حياتي نفسها،
ولكن عليكم بالحذر. الحذر؟ ممن يا رادامون؟ أريد أن أكفر عن ذنبي وخيانتي للملك بأن أنصحه. وبماذا تنصحنا؟ بأن تحترسوا من هؤلاء، هم العدو الحقيقي لكم. هم الخونة قتلوا الخائن.